سبحان الله دقيقتان انا كالايام بسميها. دكتور صرت نصار خادي ولا ما صرت؟ لا مو دكتور. رئيس اتحاد الطلبه السابق في الثمانينات ام في التسعينات سيدي؟ في التسعينات. سيدي كلمتين على قولتهم الوضع الحالي، ناس يقولون مثلا اليوم انا سويت فيديو المقاطع يقولون النواب زودوه باستجوابات غير الصقعب يقول لا حقنا الدستوري خير الامور اوسطها، الناس والمقاطع يقول ردونا 86/2012، انت ايش رايك سيدي؟ اول شيء اشكرك على المقابله. شكرا. واشكر متابعينك اللي شكرا. ان شاء الله نكون مفيدين لهم. أمين. الوضع السياسي دائما في صعود ونزول. صح. لا يمكن تقبل الامور بان تكون هذه، دام ان في تفاوض، دام ان في مشاريع سياسيه، الكل يسعى الى ان يكون له وضع وظهور سياسي. بس بس. انا شايف ان حتى الان التنسيق بين النواب والحكومه لم يكتمل ولم يستطيعوا ايجاد اولويات يحققونها، وهذه هي المشكله والمعضله اللي امامهم، فلذلك نشوف الامور تتفجر بين لحظه والثانيه. مع انه الشيخ حمد النواف كان متعاون وايد بالانتخابات نظيفه وحارب الفرعيات. في فهم موجود عند الحكومه وفي فهم موجود عند النواب. هذا التنسيق فيما بينهم في الفهم ما اكتمل. يعني وزير الدوله اللي شلون مجلس امه ما وفق ولا ما في دينمو بينهم؟ اعتقد هناك يعني لو كنت انت موجود عضو او وزير شنو اول خطوه تسويها؟ اول شيء اتفق على الاولويات. أيوة. ما عندي ما خطوه ثانيه غير الاولويات. اللي هي؟ لازم نحدد الاولويات بالاتفاق بين الحكومه ومجلس. انت برايك شنو هي دوله الكويت الحبيبه؟ اولوياتها كثيره، اولويات معيشيه حق المواطنين، اولويات تنمويه نسعى اليها واهداف عامه، اولويات خاصه في الامن والضوابط الامن اللي موجوده داخل البلد، اولويات خاصه في مكافحه الفساد. الكل قاعد ينتقد هذا الموضوع، ما في حتى الان مجموعه من التشريعات وضعت. لا سووا الحين اللي هو عزم القانون عدم التعارض. ايه هذه خطوه لكن بس هي انت ما شاء الله بعد يمكن محسوبه حق حدث ائتلافي، الحين حدث يعني اغلبيه بمجلس امه، ليش ما ضغطت وحلت؟ الانسان يتغير في حياته، في مناهج مجموعه من المناهج، انا لا انتمي الى حدث مباشره. صح. لكن الوضع يعني يحتاج لا هم الحين لهم ثقل بعد دكتور استاذ. ونعم فيهم بس انا عندي وجهه يعني ليش ما حلوها قصدي؟ ما اعتقد ان هم ثلاثه حتى السلف حتى الشيعه الجعفريه 10 اثنين او ثلاثه يقدرون يحلونها، لازم المجموعه. يعني ودك يكمل المجلس او يبطل او انتخابات جديده؟ طبعا احنا تعبنا على اظهار هالمجموعه الوطنيه تسلم. ونحرص على بقائها ونحرص على استمراريتها ونحرص على ان يكونون يقدمون مشاريع صحيحه. امين امين. وانت هاي هديه لك من القاضي ولد اختي هشام. وين الوظيفه قضيتها استاذ؟ انا الحين متقاعد. لا من التسعينات. من التسعينات قضيت في مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء، مسكت منصب مدير الشؤون المحليه، وبعدها تقاعدت رحت الى الامانه العامه للاوقاف وكنت متقاعد. منو نائب رئيس الوزراء؟ كان ايام الدكتور اسماعيل شط. اي والله اذكر صديق الوالد هذا سيدي الشرفاء. الله يسلمك. كان بينه وبينه تواصل. وبعدها جاء البصيري. ايه لا الله يرحمه توفى. اي بعد رضان رضان. ودك تنزل ومن عقب رضان؟ اخر واحد كان الشيخ احمد الفهد. لا صح. وبعدين خلاص انا تقاعدت. ودك تنزل الانتخابات القادمه؟ ابدا. ليش؟ ما احب. اكره اني صار الاتحادات كلهم صاروا اني اسعى يعني اقصر في مصلحه مواطن يجي في حاجه ولا ضائقه ولا ايش ما كان وما استطيع اني انفذها. يا رب يا رب نسمع اخبار طيبه. هلا والله اسمي الكامل نصار الخالدي. الوالد مضحي الخالدي. والنعم والله. الله يسلمك. والله شخصيه حلوه كويتيه. جزاك الله خير. رئيس اتحاد يعني ما يصير اي انسان. كنا سابقا. اي والله شكرا. الله يحييك. كان اخوي الدكتور يعقوب السيد الشرفاء صار عميد سر. اي صار بالثمانينات. الله يحفظك. شكرا سيدي.